وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. نويرة جهينة، أين هما؟ جهينة، نويرة، نويرة، جهينة، أين أنتما؟ نويرة، جهينة، أين أنتما؟ يا إلهي، صرة الدراهم،
الدراهم الدراهم دراهمي، أين اختفت دراهمي؟ اللعنة، لقد اختفت دراهمي. نهيرة، جهينة، أين أنتما؟ قبح الله وجهيكما. لأجلك أغمضت عيني عن آخرتي وأقبلت على دنياي. 10 دراهم ثمن 4 غنمات حلوب، أو قل ثمن فصيل فطم عن لبن أمه. تبا لك، أخفتني. ها، ما بك يا جهينة؟ ما عدت أفيق وأحتمل يا أمه. ما الذي تصرفه معك؟ أخبريني. أعدتها على مسامعك مراراً وتكراراً. إن ما حدثتني به لا يفضي إلى الحقد في قلبي ولا إلى الكره الذي تكنينه له. عجباً، أتريدينني أن أكون أماةً لهذا الرجل الذي لا يفقه إلا الأمر والزجر؟ والله ما كانت المرأة في دار زوجها إلا أمة في ظل سيدها. أقسم لو عرف والدك بالأمر لاستشعت غضبا فوق غضبه وزاد اضطرابا فوق اضطرابه. والدي لن يكون إلا نصيرا لي. لا، دعي والدك جانبا. أليس والدي سيد الدار؟ قلت لك دعي والدك جانبا. لا أدري ما الذي أصابه، فقد أتى من هذه الحرب الملعونة دائم القلق شارد الذهن. اسمعي يا أمه، لن أعود إلى دار ذلك الرجل إلا جثة هامدة. ممن هذا الرقاع يا سيد القوم؟ إنه من أبي إسحاق الكوفي. وما الذي يريده منا أبو إسحاق؟ يريد أن نمنع ماءنا وطعامنا عن قتلة الحسين بن علي. نمنع ماءنا وطعامنا عن ضيف أما دارنا؟ بل نخمد أنفاسهم إن تمكننا منهم. نقتل ضيفا استجار بنا؟ أين نخوة العرب؟ هؤلاء قتلوا ابنة رسول الله وصحبه، ثم سبوا نساءه وسطوا على أمتعته. لن أكون إلى جانبك في هذا. ما رأيك أنت يا سيد القوم؟ والله إن يكن ضيفا كريما نخلي له الدار وما يحويه، أما أن يأتينا من تلطخت يداه بدم سبط رسول الله فالأمر يحتاج إلى روية وتمحيص. يا سيد القوم، نكاد نقسم أننا نشعل هذه النيران ليهتدي إلينا من ضل عن طريقه وتاه في هذه الصحراء، ونحن لم نسأل يوما كونية ضيف أو هويته، بل أطعمناه وسقيناه وجعلناه يذهب إلى مأمنه. هذا ما لا يعاديك فيه أحد. يا سيد القوم، أراك تحابيه في أمر لا يختلف عليه اثنان. يا قوم، بربكم، أتضعون في دوركم من رمى الحسين بسهم؟ هذا هو الجواب الشافي يا سيد القوم. اجلس يا سويلم واستمع إلي. يا قوم، أنا ما جمعتكم إلا لأستمع إليكم وأتحرى منكم على ما تضمرونه اتجاه ما حدث في كربلاء، ولكنني أنف من النظر إلى رجل حمل سيفه في وجه عترة رسول الله. إذا أنت حسمت أمرك وأغلقت بابك. أنتم في حل من أمري وأنا في حل من أمركم. من كان منكم على دين ذلك الرجل فليلحق به. يا سيد القوم، امضي بنا فيما عزمت عليه، فلن تجدنا إلا طائعين. بارك الله بكم وبنخوتكم،
أنا إن قصرت عن الثأر لدم الحسيني لن أجعل من داري هذه مأمن لقتلته. حسبتك ستعالج أمر ابنتك. دعك من هذا الأمر. كيف؟ وقد مضت ابنتك أيام في دارك. ماذا تريدينني أن أفعل؟ أأسفك دمها ودم زوجها فترتاحين؟ هذا هو الحل لديك؟ الحل عندي أن تنهي عملك وتدخلين دارك وتنامين. أنت لست على ما يرام، مذ أتيت من هذه المعركة وأنت في قلق واضطراب. دم من يقض مضجعك؟ من هو الخصم يا عمرو؟ قوم خرجوا عن طاعة أمير الكوفة فاقتصصنا منهم وقضي الأمر. هل ارتحت الآن؟ لا أرى الأمر مقضيا، وأنت تتقلب في نهارك وليلك وكأنما هناك شبح يلاحقك. خط الكثير من المعارك ولكنني لم ألفك في حالتك هذه. كفي عن الثرثرة يا امرأة واهتمي بما أنت فيه. أتاك من يسأل عنك؟ لست بحاجة إلى أحد. أظن اسمه غالبا الباهلي. ماذا تقولين؟ قلت غالب الباهلي. ألم يخبرك عن مكانه أو إلى أين يمضي؟ أظنه ذكر اسما. حاولي أن تتذكري وإلا دسست رأسك بهذا الموقد المشتعل. تذكرت. من هو؟ سمعته يلفظ اسم قيس. قيس بن الأشعث؟ هو نفسه. إلى أين في مثل هذا الليل؟ اهتمي بعملك ولا صلة لك بما يدور حولك. لقد التقيت بابنتك قرب البئر. دعك من ابنتي الآن وحدثني كيف أمضيت ليلتك المنصرمة. حسبت نفسي سأرتاح ولكنني لا أرى الراحة أبدا. أخبرني الآن، ما الذي دفعك إلي؟ سلامتك. ما الذي تعنيه؟ نحن في مأزق لا نحسد عليه. أي مأزق يا رجل؟ زبانية الكوفي يلاحقوننا في كل مكان وفي كل منعطف. يلاحقوننا نحن؟ ألم تصلك أخبار الكوفة؟ الكوفة تغلي كالمرجل، وأبو إسحاق الكوفي وأعوانه يقتلون كل من تطاله أيديهم ممن شاركوا في قتال الحسين وصحبه. ماذا تعني يا رجل؟ ألم تصلك مثل هذه الأخبار؟ حدثني، من القاتل ومن المقتول؟ لا وقت لدينا الآن، يجب أن نتدبر أمرنا. اللعنة، إلى هذه الدرجة نحن من السوء؟ بل أكثر مما تتصور. إن كنت تريد النجاة بنفسك فامتطي حصانك ولنهرب من هذا المكان. إلى أين؟ إلى البصرة. وهل نجد مأمنا هناك؟ إن فيها عبيد الله بن زياد، ولكن أين قيس بن الأشعث؟ لا أدري. فر برأسه على الأغلب. إذا كان الأمر على هذه الحال من السوء فلماذا لم تأتني البارحة ثانية؟ خشيت من رهط وقرأت في أعينهم السوء وكانوا يحومون في الجوار. يحدث كل هذا وأنا بعيد عن لأنك حبيس دارك. دعنا من كل هذا وأشر علي. إن كنا نرغب في النجاة فعلينا الرحيل قبل أن تغيب شمس هذا النهار. ما بك تحدق بيك الأبلة؟ فاجأتني بما تقوله. ها؟ ماذا قلت؟ دعني أفكر. فكر كما يحلو لك. ويحك، ما أنت فاعل؟ أمضي حيث نجات عنقي. تمهل يا غالب. خذ
قلت لا وقت لديك. أتجيد مسالك البصرة؟ بالطبع. أمضي معك. أسترد ديني أولا. أي دين تقصد؟ علك نسيت. ألك دين في ذمتي؟ في ذمتك. إنك تتغاضى علي. متى حدث هذا؟ بعدما انتهينا من كربلاء وتوجهنا إلى دار ابن زياد، تذكر. لكنني لم أستلف منك درهما واحدا. وعدتني أن تعطيني كل ما تتقاضاه زيادة عن 5 دراهم. ما أظنك غافلا عن هذا. أتحسبني أميرا أنثر دراهمي على أبواب إمارتي؟ إنما أطالبك بوعد قطعته على نفسك. أنت تذكر أنني أبليت في كربلاء بلاء حسنا ونجحت في منع الحسين وذريته وصحبه من الوصول إلى الماء. لم يكن لك الفضل في طعنه بالرمح ولا ضربه بسيفك عندما أثخنته الجراح، ومع ذلك أفضت للأمير بالحديث عنك حتى منحك ما منحك. لا أنكر هذا، إنما أنا صاحب الفضل في إبقاء الحسين عطشا. أراك لازلت تنكر مالي في ذمتك. أجئت داري تحذرني أم لتسترد دينك الذي تدعيه؟ بل أسترد ديني وأنا أمضي من هذه الديار، ربما إلى غير رجعة. اسمع، إن من شارك في سفك دم الحسين لا يألو جهدا في سفك دمك. ما أظنك تنجح في ذلك. أعد سيفك إلى غمده. توقف! لا يوقفني إلا استرداد ديني. هب أنني أعطيتك نصف ما طلبت، بماذا تثيبني؟ أوصلك إلى مأمنك. ترافقني إلى البصرة؟ بالطبع. إذن تسترجع دينك هناك. لا تظنني غبيا إلى هذا الحد، ولا تحسبني أقل فطنة منك. انتهى الحديث بيننا. ستذكرني عندما تقع في أيدي زبانية أبي إسحاق. قدري أن أتلقى صدمة إثر أخرى. عن أي صدمة جديدة تتحدثين؟ إن صح ما سمعته فأنه شؤم كبير يخيم على هذا الدار. ما الذي سمعته يا ابنتي؟ من الخير لك ألا تسمعيه يا أمه. بل يجب أن أسمع ما تسرينه يا جهينة. دعيني أسألك، أين كان والدي قبل 2 أسبوع؟ في خدمة الأمير، يحارب أعداء الله بين يدي. أعداء الله؟ أعداء الله؟ تلك مثلبة يحملها والدك لا أنكرها فيه. هو جهاد في سبيل الدين يحمله معه إلى يوم القيامة، وهذا يجعلني أنظر إليه بفخر واحترام. أتودين أن تعرفي من كان يحارب والدي في الكوفة؟ قلت لك، عدو الأمير وعدو الله. عدو الأمير صدقتك، أما أن يكون الحسين بن فاطمة بنت رسول الله عدوا لله فهذا لا يقبله حقا ولا شرع ولا منطق. ما الذي تقولينه يا جهينة؟ الحسين بن علي؟ أتدلون على عمرو بن الحجاج الزبيدي؟ أتعرفه؟ ليتني لم أعرف ولم ألتقي به يوما. وأخيرا وجدنا من يرشدنا إلى ضالتنا، دلنا عليه. ألا تريدون قيس بن الأشعث؟ بلى. أتعرفه؟ دلنا عليه. أفعل إن شاء الله. ألا تريدون غالب الباهلي؟ إن لم تصلح عن نفسك أيها الرجل سفكت دمك. أتسفك دم رجل يدلك على 3 أنت في أثرهم؟ وأين هم الآن؟ خلفتهم في مكان قريب يكثر فيه الظل والماء. هيا بنا إليهم. لا أستطيع فعل ذلك.
هو ذا عنقي أمامك، اقطعه بسيفك، ولكنني لا أستطيع أن أخون عهدا قد قطعته. ما دمت قطعت عهدا، فما الذي دفعك أن تفصح عن مكانهم وأسمائهم؟ الذي دفعني هو ذاك الفعل الدنيء الذي أقدم عليه، لقد قتلوا ابن بنت رسول الله. سيدي، نذهب إلى العين ونتحقق من الداعي. اتبعاني وأنتما ابقيا مع ذلك الرجل. ما طلبه أبو إسحاق من أمر هؤلاء المارقين الذين تجرأوا على رسول الله وعترته إنما هو حق واجب التنفيذ، لكن قل لي، ما الذي جعلك تجنح عن موقف مغاير لموقفك البارحة؟ إنه الحلم، الحلم الذي ملأ قلبي حقدا على هؤلاء، ولم أعد أملك حيالهم أي ذرة من الرأفة والرحمة. أي حلم تعني؟ ذاك الذي حلمت به الليلة المنصرمة، رأيت فيما رأيت أنني في صحراء عظيمة تمتد إلى ما لا نهاية، وقد غلبني الحر والظمأ، تلفت حولي فإذا بقتلى مطروحين على الرمال، قطعت رؤوسهم ومثل بأبدانهم، فصعقت لهول ما شاهدت، وإذا بالأرض تتجف وبالسماء تهتز. وبعد يا درغام، وبعد؟ وإذا بنفرين وقوفا، رجل ما رأيت أبهى منه، وامرأة يشاع نورها من خلال حجابها، ثم رأيت الأرض قد امتلأت بالناس وأجنحة الملائكة. تقدم الرجل البهي من إحدى الجثث المطروحة وانحنى عليها يبكي ويقول: يا حسين، فداك جدك وأمك وأبوك. ثم جلس الحسين مقطوع الرأس وهو يقول: يا جدي يا رسول الله، يا أمي يا فاطمة الزهراء، عليكما مني السلام. ثم بدأ يأخذان من دم شيبته ويمسحان بها صدرهما ونحرهما وأيديهما حتى المرافق، ثم سمعت رسول الله يقول: فديتك يا حسين، يعز علي أن أراك مقطوع الرأس مرمل الجبين دامي النحر مكبوبا على قفاك. كفى يا درغام، كفى. لهذا يا سيدي آليت على نفسي ألا أغضب رسول الله بقطرة ماء أسقيها لفاجر نال من حفيده الطاهر في كربلاء، وصممت أن أنتقم منهم ما حييت. عما تبحث يا عمرو؟ أشيح بوجهك عني يا امرأة، هذه هي منيتي. أكنت تقاتل الحسين يا عمرو؟ من أنبأك بهذا؟ سألتك فأجبني، أكنت تقاتل سبط الرسول يا عمرو؟ احذري يا امرأة، لا زال سيفي يحمل آثار دم. إذا ما سمعته حقيقة، أترفع سيفك في وجه حفيد رسول الله يا عمرو؟ أغربي عن وجهي؟ أخبرني، ما الذي ستقوله لجده يوم القيامة؟ أية قيامة تعنين؟ لو كان هناك قيامة حقاً لقامت منذ رفع رأس الحسين على أسنة الرماح. الله يمهل ولا يهمل. اسمعي يا نويرة، أجيبي كل من يسأل عني أنني ذاهب إلى البصرة. اسعدي بالنعيم، لقد تركت لك الدار بما فيها. ليتني لم أرك ولا تعود إلى هذه الدار قط. ما أعادني إلى الدار إلا هذه، والله لقد فعلت ما فعلت في كربلاء لأجلها. بل لرجل مثلك يبيع آخرته بسرة من الدرائم. اللهم انتقم منه
واجعله يكتشف هول ما فعل. إنك قادر على كل شيء. هذه دار عمرو بن الحجاج الزبيدي؟ نعم. وأن تكونين يا امرأة؟ نويرة ابنة ليث الأسدي. وما صلتك بعمر؟ زوجته، وهذه ابنتي. أين زوجك يا امرأة؟ رحل منذ يومين ولم يعد. إلى أين رحل؟ إلى مكان ترتاده في أغلب الأحيان. أي مكان تعنين؟ عين الورد. أنت على ثقة مما تقولين؟ أنا لست على ثقة يا سيدي، وإنما دفعني إلى ذلك كثرة ما أسمع عن هذا المكان. ما الذي تفعلينه لو أحاق به الخطر؟ أغمض عيني وأشيح بوجهي عنه وأدعه يلقى مصيره الذي صنعه بيدي. أظن هذه المرأة صادقة فيما تقوله عن مكان زوجها. هيا بنا إلى عين الورد. لقد دللت عليه. نعم، ولكنني أرى في وجوههم سفك دم والدي، ولهذا دللتهم علي. أتتمنين أن يسفك دم زوجك؟ والدك لم يعد زوجي، ولكنه ما زال زوجك على سنة الله ورسوله. أي سنة هذه؟ وأي عار ذاك الذي جلبه علينا والدك؟ كيف أنظر إلى وجه فاطمة وزوجي يمنع الماء عن ولدها حتى يقضي عطشانا؟ أنتما تاجران إذن، أراكما تلتزمان الصمت؟ نلتزم الصمت خوفا من سؤال آخر لا نعرف إجابته سيدي. أية إجابة تعني؟ أن تسألنا عن بضاعتنا ونحن لا نملك على هذين الحصانين سوى سرجيهما. أين تجارتكما إذن؟ وراءنا في القافلة. لقد أضعنا القافلة فهمنا على وجهينا إلى أن هدانا الله إليكم. على الرحب والسعة، حللتم في دياركم وبين إخوانكم، كأني سمعت منكما أنكما قدمتما من البصرة. نعم، هذا ما جرى يا سيدي. عجبا. وما العجب في ذلك؟ القوافل لا تعبر من هذا المكان إلا متجهة إلى البصرة. قلت لك يا شيخ القبيلة أننا ضعنا في الصحراء وتهنا، لذلك عبرنا عكس الاتجاه. لا يهم ذلك، حللتم بين أهلكم، أظنكم جائعين. وتعبين أيضا. يا عبيد، خذ سيفيهما وضعهما في موضع السيوف، ثم اصطحب حصانيهما إلى قوتهما ومائهما. يا سيد القوم، أن تأخذ الحصانين ليأكلاه هذا أمر عادي، أما أن تجردنا من سيوفنا فهذا أمر لا نفهمه ولا نستسيغه. أن تنزلا ضيفين عندنا فوالله هذه غاية المنى. أما حملكما لسلاحكما في ديارنا فهذا يعني أنكما لا تثقان بنا ولا تأمنان جانبا. معاذ الله يا شيخ القبيلة أن يكون عندنا مثل هذا الاعتقاد. أعطيه السيف يا صديقي. تفضل تفضل تفضل. هو ذا داركما ترتاحان فيها ما طاب لكم المقام. عمرت الدار بأهلها يا شيخ. سيأتيكما الطعام بعد قليل إن شاء الله. امضي إلى قبيلتك واصنع ما طلب منك. ولما أمنع من شرف ذلك الاقتصاص ولقاء رسول الله بعد ذلك، وقد حملت بين جنبي بعضا من الثأر لعفيده. لأنك بهذا ستفسد الخطة. أعرف هذا، ولكنني أتوق لمقارعة هؤلاء. وأنت تقارعهم بتنفيذ ما طلب منك في قبيلتك شراف، واعتراض هؤلاء الأشرار الذين يهربون من سيوفنا عبرها للنجاة في البصرة.
ألا يكون عندك الحظ الأوفى بأن يقع الشمر في قبضتك ليكون لك شرف قتله؟ ما بك؟ عاد إلي الحلم. جثة الرجل الطافية في النهر. نعم، هناك أمر يقض مضجعي فعلا. ألا تتكلم يا رجل؟ أجبني يا باهلي، هل سيعاقبنا الله على ما فعلناه في كربلاء؟ عقاب الدنيا أم عقاب الآخرة؟ الاثنان معا. إن كنت تستفتني فأجبك أن عقاب الآخرة أمر شديد الورود، لكنني لا أدري إن كان عقابا كلسعة جمرة تلتقطها لتعيدها إلى الموقد، أم هي نار موقد مضرم تجبر على الجلوس أمامه ردحا من الوقت. هذا عقاب الآخرة، فما هو عقاب الدنيا؟ أرى أننا نجونا من عقاب الدنيا ونحن نرتع في هذا المكان الهادئ ويقدم إلينا الطعام والماء والمنام الذي يلاحقني باستمرار. هذا شأنك، أما أنا فأحلامي مليئة بقطعان النوق والغنم. ألأنك كنت بمنأى عن النار، أما أنا فكنت أجاهد لمنع الحسين وصحبه وذريته من الوصول إلى الماء. ربما يكون ذلك. أعطني ماء. ويحك، أتضع الماء كله بجانبك؟ شربت نصيبك وهذا نصيبي، والليل طويل. أراك تمنع عني الماء وأنا صاحبك. ولما الدهشة وقد منعته أنت عن سبط رسول الله والنهر يجري بلا انقطاع. أتصدق ما ادعاه هذان الرجلان من أنهما تاجران أضلال الطريق؟ أشك في صدقهما. ومع ذلك تأويهما إلى جوارك وتغدق عليهما من الطعام والشراب. إنهما صاحبا كدة على الأرجح، يحاولان بالاحتيال كسب قوتهما وإقامتهما. وهل يكافأ المحتال على احتياله؟ أيرضيك طردهما؟ جائعان عطشانان جاءا يلوذان بنا. هو حق لهما علينا، أما أن يستغفلانا فحق لنا أن نعاقبهما. قل لي، أنطردهما عندما يستيقظان من نومهما؟ بل نتحقق من أمرهما، لعلهما من أعدائنا جاءا ليستقيا أخبارنا. لباسهما لا يدل على أنهما من جواسيس الأمير وأعوانه. وما معنى أن يحملا سيفين ويمتطيا جوادين أصيلين؟ هذا الذي يحيرني، ولهذا فصلت جوادهما وأبعدت سيفهما. ماذا لو كانا هاربين من نقمة أبي إسحاق الثقفي فاحتميا بنا؟ حالهما حال المستجير من الرمضاء بالنار، العقل لا يهرب من سيف أبي إسحاق ويلتجئ إلى كنف شراف. وربما يكون لجوء الجاهل إلى عش الدبابير ظنا منه أنه قرص من العسل. دعني أمتحنهما، فمعنا متسع من الوقت، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. يا أهل الدار، هل أجد عندك شربة ماء يا أمة الله؟ الجرة أمامك، وضعتها لعابري السبيل. على البئر قريب من الدار، بل هو على مسافة فرسخين من هنا. وما الذي يدفعك أن تمنحي تعبك على هذا النحو لعابري السبيل؟ حادثة أدمت قلبي عندها آليت على نفسي أن آتي بالماء على ما قدرني الله عليه ليشرب منه عابر السبيل. أي حادثة تعنين؟ لا أود ذكرها، لأن ذكرها ينكأ جرحا عميقا في داخلي.
ألا تصمت يا رجل وتكبت سوداويتك تلك؟ أنت مضطرب مثلي ولكنك تخفي اضطرابك. دعنا نبسط الأمور. أرى نفسي أحيانا بين البؤس والنعيم وبين الرجاء والقنوط، لكنني بدت أجنح إلى الأمل وأن مستقبل الإنسان مجرد خط. لماذا لا نقول إن مالك بن بشير أصيب بالفقر لأنه لم يحسن تدبير أموره، وأن يد ابن صبيح الصيداوي أصيبت بالشلل لعاهة ألمت به؟ أليس هذا جوابا محتملا؟ يمكن أن يحدث هذا لو أن الحسين لم يدع لابن البشير بالفقر، ويمكن أن يحدث هذا أيضا لو أن ابنة الحسين لم تتمنى الشلل ليد الصيداوي. إن كان ما تقوله صوابا، فما حالك أنت وقد شاركت في منع الحسين من الوصول إلى الماء؟ أموت غرقا في النهر. قم يا رجل ولا تستسلم لهذه الأوهام، لنا في الحيلة الأخيرة عبرة. ابن زياد قادنا لقتل الحسين وها هو أمير للبصرة، والشمر بن ذي الجوشن احتز رأسه ومع ذلك أصاب مغانم كثيرة انطلق بها سالما غانما إلى دياره. أين أنت يا جهينة؟ أنت هنا؟ ماذا تفعلين؟ أهيئ نفسي. إلى أين؟ خير لي أن أكون في دار رجل أشكو ظلمه إلى الله من أن أكون في دار رجل يشكو ظلمه إلى الله الحسين بن علي. ليعلم الجميع أنه لا رحمة ولا تهاون في العقاب، حتى ولو كان الجاني واحدا منا أو صديقا حميما لنا. صدقت يا درغام. يا قوم هلموا إلى سلاحكم. ما بك؟ أيكون عندنا ضيوف في القبيلة يا سيد القوم؟ ضيفان تائهان قدما في ليلة حالكة. رأيت واحدا منهما ولكن أين الآخر؟ ربما يكون في مكان ما في هذه الصحراء. ما اسمهما؟ لقد عاد درغام مسرعا. ما الأمر يا درغام؟ أحدهم قد سرق حصاني وفر به. لنبحث عن الضيفين ولا سيما صاحب العين المتورمة. هيا. ينتابني عطش شديد. اصبر، لابد أن نجد مستنقعا أو بئر. ليتني حملت قربتي وأمتعتي. لم يكن لدينا متسع من الوقت، وإلا وقعنا في قبضة هؤلاء الذين يبحثون عنا في كل مكان وتحت كل حجر. أنت الذي دفعتني لسرقة الحصان والهروب من القبيلة. أنا؟ نعم أنت. لقد أتيتني ترتعد وتقول لي قتل سالم وشبث وصالح وسنان وزرعة وغيرهم وغيرهم. لقد قتلوا، والحالة هي ميمنة وميسرة عمر بن سعد. أتريدني أن أبقى في قبيلة أقسم أفرادها أن ينتقموا من كل من شارك في قتال الحسين بن علي؟ لولا ذلك المدعو سويلم كان يحدق بي كنت أتيت بقربتي وجلبابي. وهل نسيت جلبابك أم تناسيته؟ ولم أفعل ذلك؟ كي تدعي أنك نسيت دراهمك فيه. نسيتها فعلا. إن كنت نسيتها فلن تصل إلى البصرة، ما رأيك؟ علي أن أصل إلى الماء أولا. الوصول إلى الماء مكلف وأنا أدفع الثمن. إذا أنت تحمل دراهمك؟ بل أحمل بعضها، ونسيت البعض الآخر في قبيلة شراف. كم تحمل؟ أحمل ثمن قربة ماء. بل تحمل أكثر. لو أنني أعرف سبيل الماء لاهتديت إلى دراهمك. لا
لا أثر لإنسان أما هذا المكان منذ أيام، ولا أثر لموقد مشتعل أيضا. إلى أين توجها إذن؟ لابد أنهما أضلا الطريق فتاها في الصحراء. يجب أن نعثر عليهما ونقتص منهما. لا تكترث، انتها في الصحراء حقا، فسوف يلقيان حذفهما جوعا وعطشا، وربما اهتديا إلى مكان يبقيهما على قيد الحياة. يا لضعف الجاهل وقوة العارف، كانا في متناول أيدينا. شككت بأمرهما ولهذا نزعت عنهما سلاحيهما وجوادهما. أنت متأكد من هويتهما كي لا نضيع وقتنا بملاحقتهما؟ إنني على يقين أن صاحب العين المتورمة هو عمرو بن الحجاج الزبيدي. إنها الأوصاف التي أدلت بها زوجته، كما أظن أن رفيقه هو غالب الباهلي. إذن لنبحث عنهما في كل مكان. يا عمرو، قدرك أن تموت عطشا. وأنت أتظنني أحمقا مثلك؟ قربة ماء. إن استطعت أن تصل إلي تشرب الماء. قف مكانك، انظر إلي. نذل وحقير، أتحسبني كلبا عطشانا فأتبعك؟ كلانا نذل وحقير. وأين نذالتي؟ في البداية منعت عني عهدا قطعته لي، كما أنك رميت الدرهمين كما يرمى الطعام للبهيمة. أنسيت ذلك؟ هو عرض أقدمه للمرة الأخيرة. بإمكانك أن تشرب من هذا المكان. ماذا قلت؟ دع قدمي أيها الأبله، دع قدمي، دع قدمي، دع قدمي تسرق. إنه حصاني المسروق. عدونا في ديارنا. لننتبه، ربما نكون في كمين ينصبه أعداؤنا. إياكم والتفرق، فيسهل على عدوكم القضاء عليكم. دعني أستطلع المكان. لا، أخفض أصواتكم ولنمكث هنا. رأسه على الحجارة وسعف النخيل الحاد فقع عينيه. يا سبحان الله، هذا هو عقاب الله جاءه على عجل. يا قوم، أتعلمون ما كانت وظيفة غالب الباهلي هذا في كربلاء؟ كلفه عمر بن سعد بأن يكمن وراء نخلة ويراقب تحركات الحسين وصحبه. وها هو سعف النخل ذاته يفقع عينيه. وهذا عمرو بن الحجاج الزبيدي، انظروا إليه،
إنه كان يحاول أن يفتش عن قطرة ماء في القربة التي بين يديه. لقد مات عطشا على ما يبدو. ولا غير ذلك يا سيد القوم، هذا هو جزاؤه، وهو يمنع الحسين بن علي وصحبه من الوصول إلى الفرات. تعالوا يا قوم انظروا ماذا وجدت. عشرون درهما، ما الذي دفعه أن ينثرها خارج السرة؟ أغلب الظن هو الثمن الذي تقاضاه على فعلته في كربلاء. ولكن لما نثرها على الأرض خارج السرة؟ يريد أن يقول بأنه خسر الدنيا بعد أن غرته وخدعته. يا رب يا رب، أمتنا على حب محمد وآله وبغض من عاداهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين.